السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي غالبيه ديال لي كومونتير كيهضروا عليه، ديال كيفية التجميع ديال الفضلات ديال الارانب. اذن شحال واحد كيعاني من 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 العناء ديال كيفاش نجمع الفضلات ديال الارانب، ولو ان الناس عندهم اقفاص، يعني ها هو القفص كاين، ولكن كيفاش غادي الفضلات غادي تطيح، يعني والفزق ديالهم عزكم الله، يعني الفزق ديالهم البو ديالهم عزكم الله، يعني كيفاش غادي نجمعوه وغادي بدون عناء، يعني ماشي نبقاو كل نهار نسيقوا عليهم مثلا. وتديك الريحه مثلا الا كانت حنا نقولوا مثلا عندك واحد الاقفاص فوق السطح ولا فشي شي محل هكا، سمو كيوقع ان المربي كيتفاجئ ان يعني الرائحه بدات كتعطي، يعني ما يمكنش تحيدها من الارض، يعني الا مشات حتى طاحت في الارض صافي كتولي الرائحه كريهه في ذاك المكان. سمو الفكره يعني البطال الرخيصه اللي غادي نديرو، وهي اننا نستعملوا الميكا العاديه. انتم هذه الميكا، هذه انتم هذه، تخيلوا جوج متر، يعني هي كتكون دوبله، انتم هي كتكون غليظه فيها الالوان، ماشي مشكل اللون الازرق ولا الاسود ولا الابيض، ماشي مشكل. هاد الميكا هذه يعني جوج متر كاري كدير 10 دراهم، وهاد جوج متر كاري كتكون دوبله، يعني هاد القفص كله مثلا استعملت فيه انايا 10 دراهم. 10 دراهم راه تغدي، هي ماشي شي قيمه كبيره بزاف، ولكن حتى غادي تستعملوا هاد 10 دراهم عاد غتعرفوا القيمه ديال هاد الميكا هادي. اشنو هاد كيفاش الطرق؟ كاين جوج طرق لتجميع الفضلات. كاين الا كان بغيتوا تخدموا هاد الطريقه هادي، اذا كان عندكم قفص كبير بحال هاد الشكل، فيه الولادات وفيه الفيطام، سمو كديروا كتاخذوا يعني القنات ديال القفص وكتربطوهم عادي، وكتخليو الميكا مدليه بحال هاد الطريقه هادي، تخليو الميكا مدليه، وسمو كديروا ثقب في الوسط. انتم كما كتشوفوا معايا راه كاين واحد الثقب، ها هو كاع كلشي الفضلات كلها كتجمع، انتم كلها كتجمع. فين كتجمع؟ بانيو واحد، انتم واحد. وهاد البانيو ماشي بالضروري انه يكون بانيو يعني بحال هاد الطريقه هادي، ممكن تكون بانيو مدوار، ولا انا غير هذا جاني متسع وساهل في الهزان صافي. هانتوما كما كتلاحظوا الفضلات ديالهم كلها كتجمع هنايا، بما فيها الفزق ديالهم، الماء ديالهم، والفضلات حتى هي. كاينه طريقه اخرى، الناس اللي عندهم القفص هذا بحال قفص كبير وقفص نقولوا مربع على شكل مربع، اما بحال هذا القفص هذا، انتوما هذا مستطيل، انتوما كما كتشوفوا راه مستطيل، ممكن انه حتى هو نديروا فيه نفس الطريقه، ولكن هذه الطريقه ديال الربطو الميكا، يعني ونخليو هنايا البانيو اللي نهضروا عليه، نخليوه الميكا يعني نربطوها بشكل مائل. انتم كما كتشوفوا معايا راه غاديه بشكل مائل، انتم سمو كتلاحظوا ان القناه مربوطين لهيه، ولكن الميكا ما حدها جايه وهي كتهود، انتم وفي الاخر قلت لها هذا القادوس هذا ماشي شي حاجه، غي الميكا الا كان البرد كتقد تمايل هكا وهكا، ممكن ان هذوك الفضلات يبقى يطيحوا منه من هذه، ما بما ذهبت ثقاله، يعني غير باش كتثقل باش هذوك الفضلات كلهم، وفي نفس الوقت انا كان نخدم بها مثلا، كنهزها هكا والفضلات اللي مجموعه انتم كما كتشوفوا معايا، كنطيحها بهذه الطريقه، هذه كنكرط بها صافي، وهي نيت كنردها. كنا متاكدين ان هذه الطريقه هذه يعني فعاله، جد فعاله، لان لاحظوا معايا الارضيه كيفاش دايره، هي الارضيه نقيه ما فيهاش ولو وسخه وحده ما كايناش. هانتوما الجهه الاخرى ما يمكنش تلقاو شي فضلات طايحه او شي الفزق ديالهم اللي غادي يدير لكم واحد الريحه في المكان، وناهيك على الغاز الامونيا. الغاز الامونيا راه سبق لي تكلمت عليه في مواضيع اخرى، غاز الامونيا كيتسبب في العمى ديال الارانب، يعني هو عنده جوج اضرار، كاين الضرر المباشر وغير المباشر. كاين الضرر المباشر انه كيتسبب في العمى ديال الارانب، يعني كيتاثر لهم على العين ديالهم،
والسبب غير مباشر وهو انه كي يأثر حتى على كي تكون واحد الفطريات ممكن انها تولي جرب. الناس اللي كيعانيوا من الجرب ماشي الجرب ديال الشعر وانما الجرب ديال تصمغ الاذن، راه هذاك غاز الامونيا يعني بهذيك الفطريات ممكن انهم يتصابوا بتصمغ الاذن. كتلقاو واحد القشور كاينين في يعني في الاذن ديال الارانب. اذا الطريقه سهله، 10 دراهم ممكن انها يعني تضرب لكم هاد جوج اقفاص، يعني طريقه ماشي شي حاجه، ممكن انكم تربطوا بهذه الطريقه باي طريقه انتم بغيتوا. هذا يعني كتانه ولا كورده ممكن تربطوا بها اربعه ديال القنات وديروا ثقب عادي في الوسط، اما مربع اما مدور، مهم ثقب عادي. بغيتوا الفضلات يعني ما تبقاش لاصقه بهذه الطريقه هذه، يعني انا يعني كتبقى لاصقه لان مع المده ممكن انه يكون شي فصه ولا شي خش كيطيح وكيحوز هذاك الفضلات انها تهود. ممكن انكم تكبوا غير واحد شويه ديال الماء لهاد الجهه في القناه، لهيه لهيه لهيه، يعني اربعه ديال القناه، وداك الماء كله كيهود كيهود يعني يهود بواحد الطريقه. انتم غادي نوريكم كاع تطبيقيا، انتم بحال الفضلات راه تما، انتم غادي نوريكم لاحظوا لاحظوا كيفاش تمروا، انتم حتى حاجه غادي تبقى. شفتوا ها انتم هانتوما ها هي كيطيح هنايا بهذه الطريقه. ان الطريقه سهله بهذه الميكه هذه، ممكن انكم ديروا واحد الحاجه اللي مفيده للارانب بزاف. ان الناس اللي طلبوني على الفيديو هو انا لبيت لهم الرغبه ديالهم، يعني كيفاش الطريقه باش كتجمع الفضلات ديال الارانب. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناة غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.